سيلفي صبي صغير هو اللي عرفت السؤال والحشورين وكذا. قال له تيتا. قالت له ايه حبيبي شوفي. قال له في اسالك سؤال. قالت له ايه تيتا اسال. قال له بس شو ما وقح. قالت له ايه حبيبتي سؤال ولو كستي ما انا ستك سؤال. قال له تيتا شو بتحبي اكثر سكس يا مالكيك. قالت له ولو كستي ولو كستي انا عندي سنين للكيك. عسيره هشام انا لو بدال قلت له زيت سنين. عسيره ابو العبد وابو ستاف قاعدين بالصحراء بالصحراء مرق ايام 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 وعبالهم يعني ما بقى ما مش ماشي الحال. عبالهم شو؟ عبالهم شو؟ عبالهم. قال له ابو العبد لابو ستاف قال له شو اشباك شو رأيك نجرب مع بعضنا؟ قال له فكرة ما فيش غير حل يعني. قام هيك بلش أبو ستاف طلع فيه هيك أبو العبد شو هذا هذا ولي شو هذا هذا لا أكيد لازم لي فازلين أكيد لازم لي فازلين. بعد شوية مشى الحال إجا دور أبو العبد طلع أبو ستاف قال له شو هذا هذا شو هذا هذا مش بس لازم لي فازلين لازم لي فازلين وملوكس وفيكس. واحد عنده 10 اولاد 10 اولاد ما هيك اخي وني الدولي وني الدولي 10 اولاد وني الدولي اخذهم بده يروحوا بالباص هونيك لابس شفتي سعد لا قصدي شيء اصحابك ما قالوا لك جايين على لول ايه شو قالوا لك عندنا التخرج اليوم انت لابس كرافات زرقاء قالوا لك جاي نايب يقدم شو اسمه دغري كرافات انت جيليه قميص بس نزلت لهم قلت لهم لول معقول كرافات بلول ما زبطت معك على الاخر شو رايك بموضوع الدوله وين الدوله؟ مية بالمية اهلا وسهلا وين الدوله؟ زقفه للناظر العشر اولاد مع العشر اولاد مع امهم ناطرين الباص هن ناطرين باص اجى واحد يا حرام اعمى تك 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 بالعصايه تبعه وقف حدهم هلا اجى الباص طلعوا العشر اولاد مع المراه فول الباص اضطروا انه البي مع الاعمى يمشوا لتاني محطه هن وماشيين تك 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 قرع له راسه لهيدا البي قال له كعمي ولك حط لها كوتشوكي لهالعصايه قالوا لي لو انت حطيت لك كاوتشوكي لعصايتك مش كنا هلا طلعنا بالباص